السلام عليكم، ربي يحفظكم. عليكم شهر رمضان، شهر كل منشور، يعني الله يرضى بيها. بعد دقيقة واحدة للفطور، واحدة، دقيقتين أو دقيقة واحدة، وتيجي تطفي الكهرباء، يعني قبل الفطور بدقيقتين تطفي، يعني هذا مو حرب شرفكم، هاي يعني هاي كارثة، هاي ما أعرف لها الشغلة، هاي يعني حرب نفسية. أنت ولك دمرتونا، كرهتونا برمضان، كرهتونا بالدين، كرهتونا بالملائكة، ولك ليش طفيها قبل الفطور بدقيقتين؟ ليش طفيها؟ ها أخبار، ها بقى. هاي حاضرين المعين، شيل المعين وما ريت فطور، عساها بحظك وبختك وبعائلتك وبنصبك ونعلى على هلا نوظفك، والله لا يوفقكم إن شاء الله، أريدها توصلنا بشرفكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اليوم الموضوع سيكون عن ملف المغيبين، مغيبين وسجون سرية اليوم في العراق. تقارير جديدة تتحدث عن وجود سجون سرية تابعة لميليشيات النجباء سرايا السلام وكذلك حزب الله العراق في مناطق بحسب شهود عيان موجودة ضمن العراق طبعا، وهذه المعلومات الآن انخرجت من الناس، معناها الدولة لابد أن تكون لديها معلومات أيضا عن هذه السجون التي يقبع فيها العشرات من المعتقلين. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف عن وجود سجن سري للميليشيات في قرية الجعارة بقضاء المدائن جنوب شرقي بغداد. أوضح المركز أن السجن المذكور يعود إلى ميليشيا حزب الله الموالية لإيران، فيما نقل المركز عن شهود عيان في المنطقة تأكيدهم أن السجن يحتجز فيه العشرات من المدنيين المخفيين قسرا. وأكد المركز وجود مقرين آخرين في المنطقة نفسها، الأول تابع إلى ميليشيا النجباء والآخر تابع إلى ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر. طبعا موضوع السجون السرية موضوع معروف في العراق، الجميع يعلم أن هناك سجون سرية في العراق تابعة للميليشيات، وهناك سجون سرية أيضا تابعة للسلطة. وبحسب الأرقام الحكومية حديث عن 12 ألف مغيب في العراق، هذه أرقام الدولة. لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة هيومن رايتس ووتش تخالف هذه المعلومات بحسب تقاريرها، إذ تؤكد هذه اللجان الدولية، الصليب الأحمر الدولي وهيومن رايتس ووتش، أن هناك ما بين 250 ألف إلى مليون شخص مفقود ومغيب في العراق، أرقام كبيرة جدا. على الأقل الدولة لو كانت فعلا هي حريصة على سمعتها وعلى مثل ما تحمل هذه الشعارات، شعارات الاستقرار والسيادة، على الأقل تشكل لجان تحقيقية للبحث في قضية هذه السجون السرية الآن المكتشفة، التي تخرج تقارير محلية وتقارير دولية تتحدث عنها ليل نهار. فلماذا تصمت الحكومة عن ما تفعله هذه الميليشيات في العراق دون رادع؟ حزب الله اسم يتردد كثيرا في انتهاكات كثيرة موجودة في العراق، إن كانت جرف الصخر وسيطرت هذه الميليشيا على جرف الصخر، أو إن كان من ناحية السجون السرية الموجودة في مناطق مختلفة من العراق، وإن كان بجرائم وانتهاكات ارتكبت إبان العمليات العسكرية على المحافظات المنكوبة. كل هذه الأمور، ولا تزال ميليشيا حزب الله تمارس عملها بكل أريحية ولا توجد أي مشاكل. وتذكرون جميعا كيف قام مصطفى الكاظمي باعتقال مجموعة تابعة لهذه الميليشيا وتم الإفراج عنهم عن طريق ما يسمى بمحكمة الحشد، التي أفرجت عنهم لعدم وجود أدلة كما قيل، وهم كانوا يقفون بجانب منصات إطلاق صواريخ موجهة صوب المنطقة الخضراء. إذن مشاهدينا الكرام، اليوم الحديث عن ملف المغيبين. أيضا هناك نقطة حقيقة مهمة، ودائما حقيقة احنا نتحدث عن المغيبين، لكن هناك جزئية مهمة وهي ذوي المغيبين كيف يعيشون حياتهم في ظل غياب المعيل. كثير من العوائل العراقية اليوم بلا معيل بسبب اعتقال أو تغييب رب الأسرة أو أي شخص من الذكور العاملين أو من الذكور الموجودين ضمن هذه العائلة، من الرجال الموجودين ضمن هذه الأسر يغيبون، وبالتالي تعاني الأسر من بعدهم بسبب عدم وجود معيل وصعوبة الحياة وأطفال موجودين، وفقط نساء. كثير من العوائل اليوم
هي نساء فقط وأطفال بدون رجال في المحافظات المنكوبة أتحدث طبعا. فما مصير هذه العوائل؟ كيف تنظر السلطة إلى هذه الملفات، إلى عوائل المغيبين، إلى وضع المغيبين اليوم ووضع ذويهم كذلك في ظل صعوبة الحياة، غلاء الأسعار، تفشي فيروس كورونا، مناطق مهدمة غير مؤهلة للعودة إليها مرة أخرى، وهناك محاربة أيضا لمخيمات النزوح. سنتطرق إن شاء الله إلى هذه التفاصيل بعد قليل. معنا اتصال. طيب، إذن مدير ناحية الصقلاوية في محافظة الأنبار سعد غازي المحمدي قال إن ذوي المغيبين قسرا يعيشون أوضاعا مأساوية بعد غياب المعيل وفقدان مصدر الدخل. أوضح المحمدي أن عائلات المغيبين قسرا تعيش شهر رمضان بحزن شديد بسبب أوضاعهم الصعبة، لا سيما أن الكثير من هذه الأسر فقدت عشرة من أبنائها أو أكثر. ووصف المحمدي دعم المنظمات الدولية والدعم الحكومي بالخجول، وأنه لا يرتقي إلى مستوى سد حاجة هذه العائلات. ما هو دور الحكومة اليوم في العراق؟ ما هو الدور المنوط بحكومة الكاظمي فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية اليوم داخل العراق؟ ألا يفترض بالسلطة أن توفر الاحتياجات اللازمة لكل العوائل العراقية بغض النظر إن كانوا ذوي مغيبين أو معتقلين أو عوائل عراقية عادية؟ لماذا تهمل هذه العوائل؟ لماذا تهمل الوضع الإنساني في العراق؟ لماذا تهمل الأطفال، الأرامل، الأيتام الموجودين اليوم في العراق وأعداد كبيرة جدا؟ أيضا سنتطرق إلى هذه الأرقام بعد قليل. عندنا سعد من الكويت. يا هلا أستاذ محمد، كل عام أنت بخير. يا أستاذي الكريم، تحياتي لك وللبرنامج وللقناة. أهلا وسهلا أستاذي. أولا نحن نتعاطف مع المأساة والأزمة يا أستاذي. نعم. وكذلك نتمنى وضع حلول عاجلة، يعني تأمين وحماية، مثلا منطقة سكنية مثلا، وكذلك المغيبون. نعم. والمعتقلون يا أستاذي يجب يعاملون بمعاملة حسنة. يعني المعتقل والمغيبون لازم يعرف مصيرهم. نعم. من الجهات المختصة يا أستاذي. نعم. وكذلك يعاملون برقي، وأن يهتموا بها المساكين اللي مظلومين يا أستاذي، وتخفيف العقوبات عنهم يعني. نعم. ولو بسيطة. وكذلك أيضا الاهتمام الصحي والطبي والعلاج الصحي يا أستاذي. نعم. وأيضا يا أستاذي احنا نتمنى الشفاء لأصحاب النوايا الحسنة يا أستاذي، وأن يهتموا في هؤلاء المساكين السجناء، وكذلك أيضا يا أستاذ صرف مستحقات العمال والعاملين. نعم. ووضع حلول عاجلة، وكذلك فتح باب المحافظ لمتابعة رقابية وكذلك وطنية وإنسانية. تحياتي. نعم. لكل البرنامج وللقناة، وشكرا. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. ويانا السيد أبو خالد من الموصل. تفضل يا أبو خالد، حياك الله. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الله يبارك فيك، الحمد لله، تفضل. احنا طبعا هاي القناه مالكم، القناه كلمه الحق. الله يسلمك. فيها والحكي اللي تقوله صحيح. بس مع الاسف اكو اذان طرشه ما تسمع. نعم. زين. احنا بالنسبه لنا هاي القضيه مع المغيبين. نعم. بعد من 2017 اخذوهم اثنين. من امه؟ الولاد اللي اخذوهم اولادك. نعم. فرقه تاسعه. نعم. من الفرقه التاسعه. اي سراسه انا وقفت وياهم حكيت معهم زين. نعم. واخذوهم لهم اثر. نعم. يعني هاي انتقام من الناس. ما عرفتوا مصيرهم يا ابو خالد؟ ما خلص الصليب الاحمر، المراكز، ما ما لهم أثر، والأشخاص اللي أخذوهم قوات أمنية أنا أعرفهم شخصيا. طيب، الجهات الأمنية الحكومية اللي أخذتهم ما قدرت تعرف منهم؟ نعم. أنه وين أخذوهم، وين راحوا؟ ما يعلمون ولا ينطون أي خبر، وإذا إحنا نتراجع يحكون معنا حكي ما معقول. نعم. يعني احتمل أنا وقال أنا أعتقلك وما حد يلبيك. طيب، هم أخذوهم شنو تهمتهم؟ مخبر سري. يعني شنو التهمة اللي اتهموا بها أبنائك؟ التهمة أربع إرهاب. أربع إرهاب. نعم.
طيب صارت المنطقه كلها تشهد يعني بحقهم انه هذول الناس واحد من عندهم راح يسلون الدعاء اللي انا احكي عنهم. نعم. يعني انا اريهم وما عندهم اي شيء ولا راحه ولا جاء ولا خطيئه مسكين فقره بقول الشباب صغار. نعم. يعني هذه ابو خالد الجهه نعم. الحكوميه المسؤوله عن نعم. اعتقال او خطف ابنائك شنو الرد نعم. اللي ردت عليه اللي ردت عليك به؟ ردت عليه قال اي واحد يراقي عالم اعتقلوه وما يلقوا له اثر. اي واحد شلون؟ اي واحد يراجعنا. اي زين بس واحد يقولون ويعتبرونه داعشي. اي واحد يراجعنا اعتقلوه داعشي. نعم نعم. هذا بأي قانون؟ هذا بأي قانون هذا الكلام يا أبو خالد؟ القانون هذا قانون اللي شوفوا مين جابوه، هم يعرفون السلطات اللي صارت علينا وأجهزة خارجية اللي دمرتنا. نعم نعم. هذا الحكي. احنا ما عندنا واحد يسوي العراقيين ومش عادل، كل من يمشي لمصلحته خلي يتقبل اي واحد من عند من عندهم واحد من ولاده ياخذ زين واحد من عندهم طفل وعقله متخلف عنه. نعم سيد ابو خالد يعني مو مضبوط. انا اتمنى صوتك يوصل. انا اشكرك شكرا جزيلا ابو خالد من الموصل. اتمنى صوتك يوصل للجهات المعنيه ل خلينا نقول المنظمات الدولية حقيقة، لأنه بالداخل العراقي الموضوع ما يؤس منه، لكن على الأقل للعالم خارج العراق للمنظمات الدولية للجهات الدولية أنه تسمعون أصوات العراقيين. وهي الردود اللي تجي من الأجهزة الحكومية شيء بسيط عن فقدان أدنى معايير حقوق الإنسان والقانون في العراق، واللي يتصرف حسب هواه. أبو ذياب من الفلوجة تفضل. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. حياك الله أستاذ. الحلقة اليوم مخصصة عن المغيبين. نعم أستاذي. أنا بذيك الحلقة تجاوزت فأعتذر أستاذي. أنا كنت قاعد من الصبح منتظر أتصل عليكم وأرد على هذا السب الشيخ عارف الظهري. أنا بعد ما أتجاوز رجاء حبيت نعم. يعني ثلاث دقائق ما أطول. تفضل. أنا قناة الرافدين رجعت أتابعها بال 2020 13/9. نعم. والله يا أستاذي يمكن بس 10 أيام تركتها لأن كنت أظل أتمرن. أي. وبال 180 حلقة شايف لكم ومتابعكم ولا ما أحبكم ما أتابعكم، ثق بالله لا مسلسلات بس أنتوا أتابعكم ومثل قول متابع 24 ساعة أظل فاتح قناتكم. نتشرف فيا أستاذي. شغلة المغيبين شغلة حزينة. نعم. شغلة المغيبين شغلة حزينة. شوف يا أستاذي السجون السرية شوف تلقاها بالصحراء. أسألني واحد شلون عرفت؟ أي. أنا من كان الطفل صغير كان عندي حاسبة. الأمريكان من لهم أبطال بس باللعبات يسوون نفسهم أبطال. فهاي الألعاب ممكن نتألعبها أشوف شلون يعني يعذبون بالناس وين يأخذوهم. فأكو 400 سجن سري كله نعم. بالصحراء صحراء الرمادي كله جوا الأنفاق. كل شيء عرف عن الأمريكان عرفت منين من ألعابهم القذرة. طيب اللي طيب هسا احنا عفنا من الألعاب يا أبو ذياب. أنا أريد رأيك الموضوع لاحكي عن موضوع المغيبين. أي رأيك الموضوع رأيك بموضوع السجون اليوم الموجودة في العراق اللي الحكومة اللي مثل ما حضرتك تقول أكو أفراد اليوم عراقيين مواطنين نعم مواطنين يعرفون أنه أكو سجون ويعرفون أنه المصنع الفلاني أو المزرعة الفلانية هي تابعة لميليشيا معينة وبها سجناء وبها معتقلين. معقولة الدولة ما تعرف؟ معقولة الدولة اللي عندها أجهزة الاستخبارات والمخابرات وأجهزة الأمنية ما تعرف أنه أكو سجون سرية وتديرها الميليشيات وبها أبرياء؟ نعم استاذ تسمح لي اقول هاي الجمله. اذا ايران ترضى عن الحكومه امريكا ترضى عن ايران والحكومه. الحكومه كل شيء متسوي يهم الشعب. الحكومه تهمها رضا ايران ورضا امريكا. ثق بالله يا استاذي. نعم. ثق بالله امريكا نعم. متريد راح للعراق. يعني اللي سوى حصار على بلدي 13 سنه وقتل قتل ابناء بلدي واللي احتل بلدي
شلون يريد راحة للعراق؟ بس تريد أفهم، والله أمريكا ما تريد الراحة للعراق، يعني أستاذ قلبه محروق، الفجر أتسحر أسمع طيارة تفتر، أسأل أبوي يقول هاي الأمريكان يفترون، يعني شو وقت يطلعون من العراق ونخلص منهم؟ أنا أشكرك يعني يا أبو ذياب، شكرا جزيلا، وصلت فكرتك يا أبو ذياب، أنا أشكرك، كنت معنا من الفلوجة. عندنا السيد رزاق من بغداد، تفضل يا رزاق. حياك الله. الله يسعدك أخوي العزيز. الله يبارك بيك، حياك الله، أهلا وسهلا. شلونك أخوي العزيز؟ الله يسلمك، الحمد لله. عندي قضية تسجيل. قضية شنو عفوا؟ محكوم بالسجن التسجيل. أي. محكوم سنة 84/25. طيب. ألو. أسمعك، أسمع بس الصوت، الصوت شوية، الصوت شوية يقطع، يا ريت لو تعيد لو سمحت. تحت جناة سياسيين كوني محكوم من 84. طيب. وابقى المادة من قدمت على جناة سياسيين، حتى جناة سياسيين بس ما قدم انتم رفض، ما قدم انتم، يعني شغلة بها شنو بها بس 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 حتى افهم لحظة، يعني الصوت دي قطع. حضرتك من السجناء السياسيين سابقا كنت؟ ايه يعني انت، يعني انت من رفحاء؟ لا من السجناء السياسيين، سجن ابو غريب. سجن ابو غريب، طيب. ايه شو وقت، شو وقت كنت معتقل سياسي؟ 83/84. طيب، وهسه حاليا ده الطالب بتعويض؟ قدمت على التعويض يعطوني رفض. اي طيب. اي رفض، قدمت حوالي 8 مرات يعطوني رفض. شغل شغله خاصه يعني، يعني يعني تعويض. انت تريد، انت دا يجيك رفض، شنو السبب؟ ما اعرف شنو السبب، طلعوا لي خطه شيء بدون اي سبب. مكتبه حكم موجود طبعا، صابه موجوده. طب انا اريد اسالك يا سيد رزاق، حضرتك تريد تعويض؟ تريد تعويض يعني التعويض سياسي. طيب مو اليوم، مو اليوم اللي دا ياخذون حقوق من 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 مؤسسه السجناء السياسيين، دا ياخذون شيء مو منطقي يا سيد رزاق، دا ياخذون حق غيرهم. يعني معقوله، معقوله اليوم ذولا، ذولا اللي هم، اللي هم قتلوا عراقيين، خلينا نقول مو حضرتك طبعا، احنا نقول اللي، اللي كانوا موجودين بالتسعينات الرفحاويين اللي، اللي ذبحوا العراقيين، معقوله ياخذون، ياخذون هالتعويضات وباثر رجعي اليوم قرروا لهم قانون باثر رجعي، واحنا عندنا ازمه، ازمه بالموازنه والاقتصاد، وعن مالي، ازمه ماليه صحيح، وهاي شغله يبشون الحراميه والحرامية حرومية، حروم حرامية حرامية أنا أعرفهم، وسرقات عندهم ونشالة. طيب ومشروع سيد رزاق. نعم أنا، أنا وصلت فكرتك، أنا أشكرك يا سيد رزاق من بغداد. يعني موضوع التعويضات والسجناء السياسيين هذا موضوع حقيقة يعني طويل، لكن المختصر أنه اليوم هذا الموضوع يتم استغلاله بشكل كبير جدا ويثقل كاهل الموازنة العراقية وخزينة الدولة، الرفحاويين والسجناء السياسيين بشكل عام، وكل واحد قاعد ليوم بالسجن طالع يطالب بتعويض. طيب ذول الناس، هل اللي، اللي، اللي دا نشوفهم اليوم أغلب الموجودين بالسلطة هم رفحاويين ودا يأخذون تعويضات بخلاف رواتبهم، إيش قدموا للعراقيين؟ حتى اللي، اللي كانوا تحت اسم المعارضة واللي، اللي الرفحاويين اللي شالوا سلاح وذبحوا بالجيش العراقي والمدنيين وغيرهم، ذولا ياخذون على أي أساس اليوم؟ شو كل واحد عنده جنسية وطلعوا معززين مكرمين بمعتقل أو سجن رفحاء، هذا المخيم أو ما أعرف شو اسمه، وطلعوا وعاشوا أحلى عيشة، وعلى قولة بعض السياسيين يقولون طلعوا كل واحد أضعف رجعوا مليانين، ذولا ياخذون على أي أساس اليوم الناس اللي طالبوا بتعويض على قضية السجناء السياسيين؟ طيب والعراق هسه يمر بضائقة مالية خانقة، اليوم عندنا بحسب أرقام وزارة شؤون المرأة، سجلات وزارة شؤون المرأة، عندنا 8 ملايين امرأة أرملة بالعراق، عندنا 5 ملايين يتيم وأطفال وعوائل تحت خط الفقر، يعني ذول الناس اللي يطالبون اليوم بتعويضات على قضايا سابقة انتهى زمنها،
يريدون ياخذون اليوم فلوس، والناس الفقراء اللي ما عندهم، ووضع الناس اللي تحت خط الفقر اليوم، عوائل بالملايين افراد عراقيين اليوم ما عندهم لا بطاقة تموينية ولا راتب ولا منحة من الدولة ولا رعاية اجتماعية، وحقيقة الوضع مأساوي جدا اليوم. عندنا منو؟ منو يانا؟ أبو علي من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ حياك الله أبو علي. والله تسولفون على مود السجن المظلومين والناس الأبرياء راحت، أنا من ضمن الأبرياء اللي أخذوها. حضرتك كنت معتقل يعني؟ اي والله كنت معتقل، والله 4 سنوات أخذوني، كنت سايق تاكسي وأخذوني سيارتي عطلت على طريق الرزازة، وأخذوني وملخوني تملخ، والله هذا أشوف جسمي أقسم بالله تكش من الشتل والتعذيب، دخلوني 4 أرهاب دخلوني. نعم. جابوني من محافظة المحافظة، من الحلة للرماد، من الرماد البغداد العبوبية طوبة، كل تعذيب وبريء والله العظيم، أي شيء ما عندي. سيد أبو علي، بس واحدة لو سمحت، من الجهة اللي قامت باعتقالك؟ ايه من هي الجهة؟ أخذوني الجيش. الجيش؟ اي بس ما اعرفهم يعني. نعم. جيش وقبل ما اعرف شنو التفصيله. نعم مو مشكله، لكن اقصد الجهه اللي اخذتك هي جهه حكوميه، جهه الدوله، الجيش. اي جيش اخذني، والتعذيب والله تعذيب، 4 سنين تعذيب، 4 سنوات تعذيب، اذا اخذ صور جسمي واشوفك اياها تكش من عجهد، يعني 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 حتى اليهودي ما يسويها، حتى نعم. الكافر ما يسويها، يعني سايق تاكسي وكلها تدري بي انا اشتغل تاكسي بسيارتي. طيب. بالله عليك اشتغل تاكسي من منطقه يعني محرره بها حكومه. نعم. هذا داعي. طيب انا اريد اسالك شلون سيد ابو علي، حضرتك شلون طلعت؟ طلعت جنايات وطلعت افراد. ايش قد دفعت؟ والله العظيم دفعت الوراية والجدامة على الحديد، أقسم بالله طلعت حافي درهم واحد ما عندي. نعم، بس ممكن إذا تقدر تقول لي كم المبلغ يعني؟ والله العظيم إذا أقول لك 4 دفاتر قليلة. نعم. طيب أنا أريد أسأل، هل من المعقول أبو علي، هل من المعقول أن دولة تلزم شخص، يعني بعيد عن حضرتك، هو مثال، دولة تلزم شخص بتهمة إرهاب وتشبع إهانة وتعذيب، حتى في النهاية يطلع بمقابل مادي؟ إذا هيجي ما يبقى يعني، عفوا هو مو مقارنة، لكن أقصد إذا فعلا أكو إرهابيين تم القبض عليهم ويطلعون بمقابل مادي، ما يبقى أحد بالسجون، مو المفروض؟ شنو هالدولة اللي ماشية تعتقل بالناس بتهم إرهاب ويطلعون بفلوس؟ شنو هالقانون هذا؟ والله تعذيب، اذا اشوف جسمي، اذا اجيب اي واحد، انت اذا اشوف التعذيب لا تقول انا ارهابي. نعم. بس والله معلق 3 ايام معلق بالشنقال وشتل وكهرباء، تقول انا ارهابي، ولا تقول انا مسوي وما مسوي، من الشتل والتعذيب تابع ينزل من عاد شد العقربه، وجو تبعان بشد العقربه. نعم. والفلقه والصوند هاي البي بي ار من يضربك بها على رجلك، والله العظيم روحك تصل الى رب العالمين وفيك ترجع. نقول الحمد يعني لله على سلامتك يا ابو علي. حتى تحالف والله تحالف بالجهاله، تحالف باي نبي، تحالف. سيد ابو علي، ارجو منك، احنا عندنا خدمه اسمها خدمه انت ترى، تقدمها قناه الرافدين للمشاهدين الكرام، رقم واتساب موجود ويظهر بين فترة وأخرى الإعلان مالته، وإن شاء الله سهم أثناء الحلقة حيطلع. أرجو منك أنه ترسل إذا تقدر توثق آثار التعذيب اللي موجودة. عندي آثار أحد قلت لك، أرسلها أخابر. أرسلها نعم، أرسلها صوت. أرسلها هي توثيق كش من التعذيب اللي عذبوني إياه. نعم إذا تقدر عندك أخابرك صورة صوت وأشوفك. سيد أبو علي، الخدمة موجودة، إذا تقدر تصور صور واضحة وترسل لنا اياها مع القصه مالتك، يعني حتى ايضا هي تكون توثيق لحاله موجوده من حالات تعذيب كثيره اليوم موجوده في العراق، وتاكيد على انه اللي بيصير داخل السجون والمعتقلات موضوع بعيد كل البعد عن القانون وعن حقوق الانسان. والله العظيم اي حقوق الانسان ماكو. نعم. والله كله ظلم. نعم. والله العظيم ظلم، شفنا ظلم
ما شافت حتى اليهود. الحمد لله على سلامتك يا ابو علي. والله 5-6 اطفال عندي عفتهم والله العظيم بخيمة عفتهم. نعم. واربع سنوات ما شفتهم. ابو علي احنا نقول الحمد لله على سلامتك، وارجع واقول لك انه هاي الخدمة هسه تطلع ان شاء الله على الشاشة. وثق اللي صار وياك بصور واضحة وارسل لنا اياه، وان شاء الله يكون موجود ايضا عندما يحين اكيد وقت عرضه. حيعرض من ملفات كثيرة من ملفات المعتقلين واللي يتعرضون للتعذيب داخل السجون والمعتقلات الحكومية. أنا أشكرك يا أبو علي من الفلوجة، شكرا للمشاركة. عطوان من بغداد تفضل، حياك الله. أستاذ محمد شونس، شكرا صحيح. أهلا وسهلا يا عطوان، خليكم على الإذاعة مالتك. حياك الله. رحم الله والديك. والدي أنا الإجتماعية رحم الله والديك، أنا عمري 60 سنة. نعم. أستاذ محمد. نعم. ألو أسمع. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله سيد عطوان، الله يحفظك ويبارك فيك. كريم عليكم وعلى الإذاعة علينا وعليكم أجمعين إن شاء الله. رحم الله والديك. أنا برا على عمري 60 سنة والله، وعندي 2 جهال وبنات فوق بنات وبعد. نعم. رجال. كل. نعم. ما أروح لهم أطلع هاي ماتي اللي بالحاشية قدام عيني والله كاملة. نعم. يقول على المواد الإكراد ما قادرين شلون؟ إي على الميزانية. أيوه شغلتي كاملة يعني بس توقيع الوزير. نعم. أيوه. نعم. شغلكم منا الله يخليك أستاذ. نعم. محمد والله الله يسلمك سيد عطوان. نعم. خيرات وحتى من يسوي وياها يعني داخلين للحج يعني. نعم. يرحوا للحج راح اجتماعية بس يكون. نعم. يسوي وياها يعطوني هوية راتب. نعم. كم 70 طبعاً كفين 70. سيد الله يخليك أستاذ سيد عطوان. سيد عطوان نعم خليك. طبعا حضرتك يعني أنا أشكرك طبعا للمشاركة ورسالتك وصلت، وأنت حضرتك دائما مشارك معنا والقضية معروفة، وطبعا هذا لا يمنع أن أنت تستمر بالمشاركة، وأهلا وسهلا بك وتطرح نفس الموضوع وتطرح نفس القضية، هذا حقك. لعل وعسى أن يسمعك المعني، يسمعك الوزير اللي يرفض التوقيع، تسمع الدولة أنه تبطل هاي البيروقراطية والروتين القاتل اللي موجود في دوائر الدولة اللي متعب المواطن واللي مأخر المعاملات واللي تأثر على حياة الناس البسطاء والفقراء. يعني هذا شيء بسيط من معاناة جزء كبير وشريحة كبيرة اللي عايشين على الرعاية الاجتماعية اليوم بالعراق. سيد عطوان واحد من الناس، قضيته كاملة بس الموضوع منتظر توقيع الوزير والوزير ما يوقع. أسماء من صلاح الدين تفضلي. اسماء من صلاح الدين. الو اسماء وياك اخويا وياك. نص صوت التلفزيون لو سمحتي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اقول لك على الاخ ابو علي تو حكي على سجناء. اي والله العظيم هذا الحكي كله حكي صدق. نعم. اي والله هسه انا رشدي زوجي أي. معكم 20 سنه كتبوا علي 4 ارهاب هو طالب مدرسه. زوجي هو طالب مدرسة. اي زوجي. طيب اي زوجي هم طالب مدرسة صف سادس في السكن السادس يروح كلية هم. نعم. يسوى التعذيب كتبوا عليه 4 ارهاب وراح نحكم 20 سنة وانا هسه عندي 4 اطفال وبعد بخيمة. نعم. من شو وقت اعتقلوه؟ اي والله صار له 7 سنين من نزحنا. 7 سنين معتقل. اي 7 سنين ونحكم 20 سنة وهسه حولوا الحلة صار سنة وخمس اشهر ما واجهناه. وين موجود؟ بالحلة هسه بالحلة موجود كان بتاجي وحولوا للحلة. بالحلة نعم. طيب أيوة من تتواصلين وياه يا سيدة أسماء شلون وضعه؟ حالته وضعه الصحي؟ والله ماكو لا مخابرة ولا كل شيء صار لي 5 اشهر. نعم قبل الخمس اشهر شلون وضعه؟ والله وضعه كله مأساة. شنو وضعه كله مأساة؟ والله يا أخويا مأساة وحق الله. يتعرضون للتعذيب مثل ما قال السيد أبو علي؟ لا بس أول من أخذوه على الذبابة سلسة حتى ولا أدوية ما يقدر يقول. نعم. يعني هو جوا القفل يعني يقدر يحكي ما يقدر يحكي. نعم. أي أيوة والله يا أخويا. نعم. رسالتك شنو يا سيدة أسماء للدولة للي يسمع الآن؟ أنا شد يعني ما ينطون عفو ما ينطون يعني رحمة ما ينطون يعني شلون يعني خلونا ما يجرون يعني. نعم. ومواجهة ما يفتحون مواجهة. طيب أنا أريد أسألك أنت عن حالكم يا سيدة أسماء. هسه أبو العائلة
زوجك معتقل، شلون وضعكم أيوة انتم؟ حالكم شلون اليوم؟ والله يا اخويا مأساة، والله العظيم. شلون عايشين يا سيدة اسماء؟ عايشين على منظمات وعليك يا الله. والدولة وينها منكم؟ والله الدولة العراقية كل شيء ما شفنا من عدها. ما شفتوا من عدها شيء؟ لا والله هسه مواجهة والله العظيم. راحت عمتي للحلة ودت له 250 وجت قوة منا ومنا دبات وراحت عليه. نعم والله يا اخوي. يعني عايشين عايشين صار لكم سبع سنوات لغايه اليوم. والله الدوله ما مدت لكم ايد المساعده. لا والله نعم يا كاظم اذا نعطيكم عفو عام شو نتنا وماكو. والله العظيم الحكم هو ظلم وحق هذا شهر رمضان. نعم الحكم ظلم وظلم. نعم سيده اسماء انا اشكرك للمشاركه، نتمنى صوتك يوصل. يعني الدولة رافعة ايدها من الموضوع مثل ما سمعتوا، وتهمل ذوي المعتقلين وذوي المغيبين والناس اللي نزحت اليوم من العراقيين اللي لا يزال بعضهم في المخيمات اليوم. لا يوجد دعم حكومي، عايشين على المنظمات وعلى مساعدات الناس الخيرة باللي عند المقدرة انه يدعم ويساعد العوائل المتعففة الموجودة في المخيمات. دولة عندها مليارات من الدولارات، مليارات ومنافذ حدودية ومطارات وموانئ وتجارة، وما تصرف دينار واحد على الناس المحتاجة، أصحاب العوائل اللي العوائل ذوي المعتقلين اللي رجالهم موجودين اليوم بالمعتقلات ومغيبين، وأطفال ونساء فقط يعيشون في مخيمات، ما تصرف عليهم ولا دينار واحد. خلونا مشاهدينا الكرام نروح إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. شفتوا الإعلان خدمة أنت تراه اللي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، اللي عنده مقطع، اللي عنده توثيق لتعذيب، لانتهاك، لجريمة، لأي حدث هو مصورة أو موثقة بالكاميرا موجود في العراق، يرسله عبر الأرقام الموجودة على خدمة أنت تراه. أرقام الواتساب موجودة وبإمكان حضراتكم ترسلون لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا. طبعا إن شاء الله سيتم متابعة هذه المقاطع اللي ترسلوها أو الصور. عندنا سيد محمود من الموصل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله اليوم 4 سنين أنا ما ندل ولدي وين. 4 سنين ما تعرف ابنك وين؟ ولدي اثنين والله اثنين. واحد مواليدهم جهال ونساويهم موجودة. نعم. ولا يزال ما نعرفوا أي شغله تروح بيها اطلع برا تدعشي رحت لا. برا والله العظيم اليوم شفت عوائل الله يشهد على لسانه في 10 دور فطور. نعم نعم والله العظيم ايش قلت لكم الايام؟ قلت لك اكو سجون قرب التاجي والله والله اذا ما بيها 40-50 ألف. نعم والله القليله بيها 40-50 ألف. ما اخذوهم ذول كلهم ما عادن شيء، كلهم معيشين الايرانيين. نعم. كل سجين يطلعونه بدفترين وثلاثة عنده والمتواصل تدفع اي قاعد يسبتون عوائل الايرانيين بر مادي وبدياله وتعرف انت بطراف الموصل احنا طلعنا الشبك اي بس ان شاء الله اليوم انشلعت نصهم بعون الله اليوم رحلوهم والله والله الله كريم. سيد محمود شلون عايشين وانتم او خلينا نقول عوائل ابنائك
أطفال وزوجاتهم شلون عايشين في ظل غياب المعيل؟ والله الله اللي معيشني. هو قال أبو مثل ما خلى وما قال. نعم. قال لون عبد علي عبد الله يموت، بس الله معيشني وأنا برقبتي ثلاث حريم. نعم. زوجاتي ثلاثة. ورسواني ولدي اثنين. نعم. وراح سويت 30 عام أنا ورديت مديون وعصري المزارع. والحج فلان يرفع باب الحوش. نعم. والله العظيم عايشين على الله. لا راتب لا عامل. وتروح تسرق شغله يقول لك رحت برا. نعم. والله ما تبرى الا لإيهاب تروح. إيهاب لولا تروح الطيب المالكي. والله وهذا اللي جاري على مصطفى. العنزة اللي حامي نفسه الثاية. استخلع حامي نفسه. كلها نايمة مسطرة. البي جي تكريت بها السجن مال الشاب. التاجي هذه التاجي هذه محكومه وحكمت، بس اكو قرب التاجي قسم بالله العظيم سجن اذا بي خلت على 30,000 هاي ترى بس الميليشيات راح تسوي. نعم. سيد محمود انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه، اعتذر منك الوقت ضيق. عندنا السيد ابو ياسين من بغداد، تفضل يا ابو ياسين حياك الله. تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين. اهلا وسهلا. أخي قضية المعتقلين والمغيبين ومهجرين طبعا هي كارثة واحدة طبعا. نعم. أخي هؤلاء لو بعد 100 سنة لا المهجر يرجع ولا المعتقل يطلع ولا المغيب هو بعد متوفي هاي ما. نعم. لأن الـ العراق جاي تقوده عصابات، جاي تقوده أولاد إيران وأمريكا. فأخي على خراب لو بعد 100 سنة لا مهجر يرجع ولا معتقل. هسه العراق على خراب. نعم. فأخي هم هذول من الاحتلال هي أمريكا وإيران وزعتهم. نعم. أنت عليك القتل وأنت عليك تسجن وأنت عليك تدفن الزراعة وأنت توقف الصناعة، فهم وافقوا هم ذيولهم. إحنا نقول بالله أمريكا وإيران هم أعداء العراق، أنتوا ذيولهم، أنتوا مو تسموا العراقيين بس والله يعني ما يفيد الحكي. طيب خلينا نخص بالكلام بشكل. نعم. بشكل أدق. نعم. أن نقول السياسيين اللي هم يمثلون المحافظات المنكوبة اللي جرت بها العمليات العسكرية واللي أبنائها ورجالها اليوم كثير منهم معتقل ومغيب، ذولا اللي صدعوا رؤوس العراقيين بتحالفاتهم السياسية ويريدون يطبون بالانتخابات، صار لهم من 2003 مشاركين، إش قدموا للعراقيين وإش قدموا للنازحين ولذوي المعتقلين والمغيبين؟ إش قدموا؟ أخي هذول السياسيين هذول خدم عند إيران. أخي هو كل واحد يبرز بهاي الدولة من جندي إلى آخر واحد. نعم. رئيس وزراء هذول أخي هذول كلهم خدم، لأن إحنا هسه بلد محتل. أي. نعم. واحد يتوظف يصير عسكر يتوظف بنفط أو يصير هذول خدم. أخي الناس الزينة اللي روحهم وطنية لو تلقى خاتل مثلي أنا خاتل حتى أنا كل ما اتصل ترى اختلف مكان تقدر اتصل. واللي الروح الوطنية لو تلقى هسه بغير دولة شلون هسه قناة الرافدين قناة وطنية. أنا أعتقد هاي القناة لو هنا ما بقوا لأن قناة وطنية استهدفوها مكتب القناة. نعم. بعبوتي الناس فات ب 2007 استهدفوها. نعم نعم إيه أخي لأن قناة. نعم. وطنية أخي هسه إحنا بحال، بس إن شاء الله إحنا نطلب من الله سبحانه وتعالى ومن سيد مثنى حارث الضاري بكي يعني يشوف شارة هذا الشعب بكي يعني بكي ترى السيد. نعم. مثنى يعني ترى كل الناس تحبه بس العراقيين كعراقيين يخافون خطيه يعني يريدون. نعم. يكون هو يقود العراق. انا هسه انا جاي اتكلم في لسان هواي من الشعب العراقي. نعم. انا اعرف اخي الناس ملت الناس يعني حتى يمشي ويسولف يعني شو المخابير خلونا. نعم. يعني هسه. نعم. عندك هسه احنا صيام اكو واحد يطفي الكهرباء الظهر انتوا شنو انتوا يهود؟ لا هسه المقطع اللي عرضناه قبل شويه مواطن عراقي قبل دقيقه قاطعين عنا الكهرباء. نعم من الفطور. نعم. اخي لا مي لا كهرباء شوارع مقطعه يعني. نعم. عجيبه بس احنا نطلب من الله ومن الاستاذ مثنى بلكي شوف شارع الشعب. نعم. ابو ياسين انا اشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من بغداد. عندنا ابو محمد من كركوك تفضل حياك الله. تحيا ودوم السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي خلاص الرافدين ولك شخصيا اخي استاذ محمد. الله يسلمك حياك الله. بالنسبه للمغيبين استاذ محمد. نعم. يمكن اهالي المغيبين ممكن انه راح ينسى ولدنا لانصار
سنوات سبع سنوات ولذا ما نعرف هم وين. نعم. يعني حتى حرب مع ايران بالثمانينات راحوا اسرى وعشر سنين و12 سنه و8 سنوات واسرى وسجنوهم ورجعوا، واحنا في داخل بلدنا في داخل نعم. محافظاتنا سوينا صار ثمان سنين ما ننتج يوميا، اخذوهم كل شيء ما يعني حتى اذا واحد اكيد عاقبه يعني انت عند قانون قدم القضاء قدم للقضاء شو اذا هو مطلوب نعم. شنو اللي يمنع شنو اللي يمنع هاي الخطوه تصير؟ يعني ليش ما يعرضوهم على محاكمات عادله ومحامين وقضاء والناس والقضاة يشوفون القضايا؟ شنو اللي يمنع هاي الخطوه؟ لأنه هو استاذ محمد باكو قانون باكو دولة كان ممكن نعم اي اسمعك استاذ محمد يعني احنا استفادنا ثمان سنوات استفادنا سبع سنوات مهجرين نعم. وقرانا مهدمة راحت يعني لحد الان ما حد يسأل عنه بطيب هاي الشيء شلون ما يصير بس ولدنا راحوا يعني استفادنا اليوم ابو محمد اليوم يعني اليوم تقارير تأكد وجود سجون سرية في مناطق قضاء المدائن قرية الجعارة جنوب شرق بغداد تابعة لحزب الله وسجون أخرى سرية تابعة للنجباء والسرايا السلام تابعة لمقتدى الصدر. يعني إذا كانت التقارير تجي من منظمات عراقية محلية أو حتى على النظام على مستوى الدولي، الدولة بأجهزتها الأمنية بالمخابرات وغيرها معقولة ما تعرف أنه أكو بفلان منطقة سجن سري أو سجن بغض النظر سري أو علني سجن في معتقلين تابع الميليشيا؟ معقولة الدولة اللي هي تقول أنا عندي الاستخبارات وعندي المخابرات ما تعرف هاي السجون موجودة وبها معتقلين؟ أبو محمد أستاذ محمد أسمعك يعني أقول لك مو بس أستاذ محمد حتى أغنين كل مستان يعني اي ابو محمد طيب فقدنا اتصال ويا سيد ابو محمد. انا اشكرك يا ابو محمد من كركوك. طبعا الحكومه اعلنت من 2019 لغايه اليوم هي تستمر في مراحل مستمره متكرره من قضيه اغلاق المخيمات، مخيمات النزوح اللي منتشرة في محافظات عراقية كثيرة غربية طبعا وشمالية، موجودة مخيمات تضم أعداد كبيرة قسم كبير منهم عاد، وهناك بحسب آخر الأرقام أنه هناك مليون ونصف مليون نازح ومهجر في هذه المخيمات المتبقية. من 2019 الحكومة تسير باتجاه إغلاق المخيمات دون إعادة إعمار المناطق المدمرة المحافظات المنكوبة وتهيئة الظروف الملائمة لعودة العوائل إلى مناطقهم دون إعادة إعمار المناطق رغم المؤتمرات ورغم الحديث عن إعادة إعمار هذه المحافظات، لكن لا يوجد. اليوم الحكومة أعلنت عزمها إغلاق آخر مخيمين للنازحين في العراق، تنتهي حملة إغلاق المخيمات، وهو الأمر الذي لاقى طبعا انتقادات كثيرة من منظمات حقوقية. بيان حكومي قال إن حكومة الكاظمي تستعد لإغلاق المخيمات المتبقية للنازحين في البلاد بمحافظتي نينوى والأنبار. سبق أن تحدثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق عن خطط لإغلاق هذه المخيمات خلال فترة قصيرة. مثل ما قلنا حديث حكومي عن إغلاق المخيمات من وجهة نظر السلطة هذه خطوة إيجابية يعني تسد المخيمات، لكن اللي ما تطرحها السلطة هو موضوع وضع المناطق التي تم تدميرها جراء العمليات العسكرية. ما هو حال هذه المدن؟ مدينة الموصل في الجانب الأيمن تحديدا لا تزال نسبة الدمار فيه 95%، ولا تزال هناك جثث تحت الأنقاض، ولا تزال هناك متفجرات وألغام حتى هذه اللحظة قابلة للانفجار في أي لحظة، ويعاد النازحون من هذه المناطق إلى مناطقهم. وهناك مناطق ممنوع النازحون من العودة إليها مثل جرف الصخر ومناطق أخرى بسبب سيطرة الميليشيات على هذه المناطق. رسائل سريعة نقرأها، عندنا رسالة من أختكم من بغداد تقول السلام عليكم، أنا أختكم من بغداد، زوجي وأولادي أخذوهم صار 4 سنوات وما نعرف عنهم شيء، والله كل شيء ما عندهم، أنا كل مرة أطلب وين وعود مصطفى الكاظمي ولدنا بالسجون ما نعرف عنهم شيء،
وين ما نروح ما يطونا صدق والله ما عندهم شيء وما عندنا غير اللهم. عندنا رسالة من أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام يقول الموضوع المغيبين العراقيين كلهم مغيبين في السجون والخارج السجون حتى التظاهر والاحتجاجات على أبسط الحقوق يعتبروهم إرهابيين. شكرا يا أبو حاتم. عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول هذه أمس مواطن من أهل السماوة يأكل من النفايات خلي يشوف المسؤول. وأكو مقطع آخر لسيدة من مدينة الموصل أيضا تبحث في النفايات عن طعام. هذا ما وصل إليه العراقيون اليوم. عندنا رسالة تقول السلام عليكم، الكهرباء تنطفي يوميا قبل الفطور وتنطفي قبل السحور، وكانوا يتحججون بنظام صدام ديكتاتوري، الآن يتحججون باسطوانة الإرهاب. طلعنا احنا الشياطين واللي بالخضراء الكذا والميليشيات هم اللي نظيفين. رسالة أخيرة من حسام يقول مع إغلاق آخر مخيم يعني بدأ موسم مساومة النازحين واستغلال أصواتهم في الانتخابات. هكذا يرى سيد حسام. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.